انا وباستراحة الجلاب بالنبك قمت قابلت واحد شبيه شرطة. قعود شو بتشتغل حضرتك؟ مقاول. مقاول؟ ايه خلي لي وشك هون هاي بالتفاصيل. مقاول وين مقيم؟ السعودية. السعودية؟ بتتعرض انه بيقولوا لك انه انت بتشبه هون كثير 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 اخذوا صور كثير شبهه 100%. ما شاء الله ما شاء الله عليك. انه انت شبه شرطة 100%، هو شيء وانا شيء. انا رئيسكم وجحيتكم ولك. طيب هذا الموضوع ما عم يسبب لك مشاكل؟ يسبب لي مشاكل، هي مشاكل انا ما لي علاقه فيها، عارف ايوه. لك هدول جايين من 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 كوكب اخر، يعني هو سبب مشاكل انه والله انه انت شبيه وكذا، في ناس تستغرب انه انت شلون هون وكذا. حبك ولك زبلاجه ولك حبك بيخلق من الشبه 40 شارك ولك اعترف لك هذا فراق هاي اعترفت.